في إطار تشجيع الجمعيات والأندية الرياضية وفي مبادرة من السلطات المحلية، قامت بلدية برج باجي مختار بإنجاز 10 ملاعب جوارية من الجيل الخامس وتسليمها للجمعيات والأندية الرياضية من أجل استغلالها في نشاطاتهم الرياضية والحفاظ عليها كمكاسب لهم. التغطية لأحمد طمري. نحن صراحة كنا من قبل ما لا نمتلك هذه المكتسبات، كنا نلعب باللغة الدارجية، كنا نلعب في الرملة وفي ملاعب صراحة ما كانش منه، والحمد لله وبفضله تم إنجاز هذه المكتسبات، وإن شاء الله نحاول نحافظ عليها بقصارى جهدنا إن شاء الله. هذا مكسب لا يستهان به، وهذا المكسب احنا حطيناه في ايديهم وامانه في ايديهم، لازم نكونوا متكاتفين الجهود باش نحافظوا على هذا المكسب العظيم. 10 ملاعب في شتى الاحياء نتاع المدينه. شكرا للبلديه اللي وفرت لنا هذا الملاعب هذو عشبيين، والحمد لله هذا الملعب اللي قريب 13 سنه كان شغل مزروق، شغل ما كان اللي متكلف به منه، والحمد لله ريقلوه بعد، داروا له عشبي كلش.